الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كثير من الناس يسأل خصوصا في هذه الأيام عن مسألة إسقاط الدين وعد ذلك من الزكاة، يعني يكون له دين على غريم ثم يريد أن يسقط ذلك الدين وأن يحتسبه من زكاة ماله، مثل الديون العارضة أو أجرة الكراء أو أجرة بعض الخدمات ونحو ذلك. مثلا يكون عنده الإنسان يعني ساكن في الدار، ولا كريم عنده الحانوت، ولا مثلا بعض الأطباء يعني يجرون بعض العمليات مثلا لمعسرين، ويريدون أن يحتسبوا تلك الرسوم يعني من جملة زكاة أموالهم. يقول لك دابا هذه غادي نحسبها من الزكاة. هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تجوز، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك للفقير، والعلماء يستدلون بقول الله عز وجل في آية مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية اللام ها هنا للتمليك، إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتمليك، إذن لا بد أن يتملك الفقير ذلك المال. وأيضا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له من جملة ما قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا بد في الزكاة من أخذ ورد، يعني تؤخذ وترد، كتخذ من عند الأغنياء وكتعطى الفقراء. أما إسقاط الدين فليس فيه أخذ وليس فيه عطاء. حتى العلماء الذين يجوزون مثل هذه الصور إنما يبيحونها في حالة يعني عدم الإعسار الشديد، كيكون هذاك الإنسان يعني مثلا كيأدي الدين ليس معسرا عسرا تاما، وأيضا ليس مماطلا أو ليس كذابا يعني غاشا. لذلك يقولون يكون الدين على مليء ثقة، على مليء ثقة، يعني هذاك الدين كيكون على واحد الإنسان اللي قادر باش يردو، وإنما الوقت عنده الآن يعني مزيرة شوية، ولكن هو كيأدي أقساط بعد أقساط وسيتيسر رد ذلك المبلغ كاملا، وكيكون ثقة، يعني ما معروفش بالخيانة، ما معروفش يعني يعني السرقة. فهذا هو الذي يجيز بعض العلماء أن يسقط الدين عنه وأن يحتسب من الزكاة، لكن في حالة الإعصار الشديد. يعني الله عز وجل أمرنا في حالة الإعصار بالإنذار، قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فناظرة إلى ميسرة في القراءة الأخرى. يعني الإنسان إذا كان معسرا، إحنا الآن كثير من الناس كيوقعوا في واحد الأمر يعني هو في الحقيقة مخالف لي يعني الشرع ومخالف للعدل، كيكون شي واحد مثلا مزير وما قادرش مثلا يدي الدين، أش كيدير؟ كيمشي كيدعيه المحكمة، فتحكم المحكمة مثلا بسجنه ولا يستفيد شيئا من سجنه. الله عز وجل أمر بالإنذار، أن تنذر، والإنذار طبعا هو أن تؤخر سداد الدين، الأجل يعني وصل الأجل باش يخلص في هذا الشهر هذا ما عندوش، فكتقول لي سير تل من بعد دابا شهرين ثلاث شهور حتى تيسر. هذا هو الإنذار، وقد جاء فيه فضل عظيم كما في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا، الإنذار هو تأخير أجل السدد، كيأخر الأجل ديال السدد، حينما يحل الأجل يؤخره. أو الوضع هو أن تضع عنه بعض الدين، أو أن تضع عنه يعني كل الدين، إما أنك تقول لي شوف كانت سلك مثلا واحد 100,000 ريال أرى غير 60,000 ريال الله يسامح في الباقي مثلا، ولا تقول لي الله يسامح أنه عليك في كل شيء، هذا لا بأس به إذا كان من جملة المال. لكن قضية الزكاة هذه فيها خلاف، والصحيح وهو قول أكثر العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين
يعني بهذه الحيثية. طيب واحد مسألة تعرضها هنا، يقول لك مثلا لو أنه أعطى ذلك المدين لفقره، يعني هذاك الإنسان اللي كاري عنده ولا هذاك الإنسان اللي عارفه فقير ومسلف له، فكيقول لي مثلا أنه يعطيه لفقره، هو أعطاه وهو يخلص ذاك الدين اللي عليه، إن كان ذلك من غير حيلة ولا تواطؤ جاز عند جمهور العلماء، لكن إن كان بحيلة أو تواطؤ فإنما هو يريد إحياء دينه وعاد بالمنفعة على نفسه، وهذا لا يجوز عند العلماء. إذا الله يجزكم بخير، لكي يتسأل شي واحد شي حاجة فإن أراد أن ينظره فهذا هو يعني الفضل الذي جاء في السنة، وإن أراد أن يضع عنه شطر دينه أو كل دينه فله فضل عند الله عز وجل، لكن أن يحتسب ذلك من الزكاة فالمسألة كما ذكرت فيها خلاف، والصحيح أنها لا تجزئ، لأن الزكاة لا بد فيها من أخذ ورد، لا بد اتخاذ والتعطاء، أما إسقاط الدين فهذا لا يتحقق في هذه المصلحة، والعلم عند الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.